يا الله، متخيلين انتم حمامة تشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يا الله، ما اعظمك يا رسول الله، حتى بالحيوان كان رحيما. هذا موقف السيرة مستحيل اتخطاه، والله انه النبي سيد الاخلاق دون منازع. يوم من الايام كان النبي مسافرا مع الصحابة، فجاءت يمامة اي حمامة، شقت صفوف الصحابة ووقفت امام النبي عليه الصلاة والسلام او على كتفه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه، ترفرف بجناحها وكأنها تشكوه الما اصابها. فنظر لها النبي وفهم ما بها من حزن عميق، فنظر إلى الصحابة وقال: من فجع هذه بولدها؟ فقال أحد الصحابة: أنا أخذت فراخها يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فراخها إليها، فقد فجعتها. يا الله، من أخبر هذه الورقاء أن هذا الرجل هو أرحم الخلق بالخلق عليه الصلاة والسلام؟ جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صب واجف، من أخبر الورقاء أن مقامكم حرم وأنكم ملجأ للخائف؟ يا حبيبي يا رسول الله صلوا عليه.